والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الباب الرابع وهو الباب الخاص بالتقديم والتأخير. في الحالة الأولى وهي التقديم المسند إليه قد وصل إلى الصورة الثانية، حيث قال المصنف له صورتان. فالصورة الثانية أن يكون المسند إليه واقعا في حيز الناس، وهذه الحالة الجوحار. تدحوني لأنه يشار الجوحار. وهذه الحالة تقتضي تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي. حتى المصنف يبين ما هو المقصود من ذلك. يقول ذلك، يقول المصنف توضيح ذلك، أنك إذا قلت ما قلت هذا، ما قلت هذا، تكون قد نفيت عنك قولا. حتى ما قلت هذا يعني أنه تنفي عن نفسك أنك قلته. فيقول نفيت عن نفسك قولا لم يثبت أنه مقول، لم يثبت، يعني كأنه ليس له أصل، ما إلى أصل، لا أنا قلت ولا قاله غيري. وأما إذا قلت ما أنا قلت هذا، واضح فرق بينه ما قلت هذا أنه تنفي القول عن نفسك وأنه يوجد هذا القول عنك وعن غيرك. أما إذا قلت ما أنا قلت هذا، فتريد أن تقول بأن النفي خاص بك، هذا القول موجود، إلا أنه تريد أن تقول ماذا؟ أنه بالرغم من وجود هذا القول إلا أنك لم تكن صاحب القول، مو أنت الذي، لم تكن أنت الذي قال هذا القول. فيقول تكون قد نفيت عنك قائلية قول ثبت أنه مقول. تقول ما أنا قلتها، يعني أنت تريد أن تقول أن المنفي عنه من هو أنا فقط، قد يكون غيري قال، لا أنا عن نفسي أنا لم أقل ذلك. ففرق بين أن تقول ما قلت هذا أو تقول ماذا ما أنا قلتها، لأن ما قلت هذا يعتمد في القول ومن وأنك قد قلته. أما عندما تقول ما أنا قلت هذا، تقول قد نفيت القول عن نفسك، إلا أنك تقول إن هذا قول موجود أنا لم أقل. يقول هنا فار، يقول فبنفيه عنك ماذا تكون؟ أثبته للغير، لأنه هل يوجد قول بلا قائل؟ طب لا يمكن، ما دام القول موجود إذا لا بد له من قائل. فأنت عندما تقول ما أنا قلت هذا، فكأنك تقول ماذا؟ قاله غيري، ما أنا صاحب القول. فإذا القول موجود، نعم، من صاحب القول؟ غيري. بطريقة ماذا؟ بطريقة كما يقال التزامية. ومما هو مثال بين على أن تقديم المسند إليه يقتضي وجود الفعل، قول الشاعر وما أنا أسقمت جسمي به، ولا أنا أضرمت في القلب نارا. ما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه هذا الأمر استقل، هذا المرض، هذه الحالة غير طبيعية موجودة أو لا؟ واضح موجود، ولكن لست أنا سبب هذه الحالة. فيقول المصنف المعنى كما لا يخفى أن على أن السقم ثابت موجود، وليس القصد بالنفي إليه، ولكن إلى أن يكون هو الجانب له. يعني هذا لعله تعبير ماذا؟ تعبير عن العشق، واضح، تعبير عن العشق. فكان يقول أنا مو أنا صاحب يعني مو أنا سبب هذا، يعني كان يعني تريح به، مو أنا الجالب لهذا السقم اللي في جسدي. فيقول على أن السقم ثابت موجود، وليس القصد بالنفي إليه، يعني أنه أنا أريد أن أقول أساسا لا يوجد عندي سقم، يعني أنا ما جئت بالسقم إلى جسمي أو لا جسدي ولا يوجد سقم أصلا، لا، وإنما هذا السقم موجود، إلا أنه لست أنا من جلب السقم إلى نفسي إليه إلى جسدي، لست أنا هكذا، يعني ابتليت به مثلا. فيقول ولكن إلى أن يكون
إلى أن يكون هو الجالب له. هذا هو المنفي. المنفي أنه هو سببيته بالنسبة إلى هذا الأمر ليس ثابتة، لكن السقم موجود. نعم، هو مريض، مريض بالعشق، هكذا يقولون العاشق مريض. ويترتب على ما ذكر أنه يصلح لك، حتى هذا بناء على هذا الكلام، يصلح لك أن تقول ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس. ما أدري تمضوا بالكم جزء من الدرجة، خلنا ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس. مقطعان، واحد ما قلت هذا نفي عن نفسك القول. هل في نفي للقول؟ ما هل في نفي للقول او لا؟ المصنف ماذا يقول؟ يقول يصلح لك ان تقول ما قلت هذا ولا قاله احد من الناس. واضح؟ ما قلت هذا ولا قاله احد من الناس، ولا يصلح ذلك في الوجه الاخر. فتقول يعني لما قلت ما قلت هذا نفي عن نفسك القول. أنا لم أقل هذا نفس النفي يقتضي أن ذلك ما قاله كلا. فلما تقول ولا قاله أحد من الناس نفيته عن نفسك وعن غيرك. صح يا صحمد، تقول ما قلت هذا ولا ما أنا فعلت هذا ولا فعله أحد من الناس. ما أقول معنا. لماذا؟ لأن هذا النفي خاص بك. ما خاص بك، لا يفي إلا عن، وإذا بقي وحده يثبت لغيره. فيقول يصح لك أن تقول ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس، لأنه نفيك عن نفسك، لا عن نفسك لا ينفي عن غيرك القول، ولكن لا يصح على الوجه الآخر عندما تقول ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس. هذا الثاني في الحالة الثانية اللي أشار لها. هذه الثانية ماذا؟ الثانية، الحالة الثانية بعد ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس، هذا ماذا؟ هذا إذا نفي خاص. فلما كان نفي خاصا ينفي عن جهة ويثبت لغيرها. أما النفي الأول فكان نفي مطلق، فيمكن أن تنفي عن نفسك وعن غيرك. فبالحالة الثانية ما يحق لك أن تقول ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس، لأن مجرد تقديم هذا اللي هو تقديم المسند يعني يقتضي ثبوت الفعل. فإذا اقتضى ثبوت الفعل معنى ذلك أنه لا بد له من فاعل. بعد إذا قلت ورد ما أنا قلت هذا حق لك أن تدافع عنه وتقول ما أنا قلت هذا، ولكن ما أنا قلت هذا تثبت لنا أن الفعل موجود. فإذا ثبت أن الفعل موجود بعد لا يمكن لك أن تنفي عن البقية، لأنه إذا ثبت أن الفعل موجود لابد له ماذا؟ لابد له من فاعل. فيقول هاتان الصيغتان، تقول ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس، لا مشكل، لأنه لما تقول ما قلت هذا لا يثبت أن الفعل موجود. فقد يكون غير، قد يكون الفعل موجود وقال غير، ويمكن لك أن تقول ما قلت ولا قاله غير. أما لما تقول ما أنا قلت هذا ماذا يعني؟ أن هناك فعل موجود وأنت تنفي عن نفسك. فإذا كان الفعل موجود وأنت تنفي عن نفسك بعد لا يحق لك أن تنفي عن الغير، لأن الفعل موجود. الفعل لا بد له ماذا؟ لا بد له من فاعل. فلا يحق لك أن تنفي عن نفسك ولم ثم تنفي عن الآخرين. هذا هو الفار. قال لا يترتب على ما ذكر أنه يصلح لك أن تقول ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس،
ولا يصلح ذلك في الوجه الآخر، فلا يصح أن يقال ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس. وذلك سبب، ما هو السبب، ما هو السبب المفرق؟ وذلك لأن التقديم يفيد ثبوتية القائلية للغير، فلا يصلح نفي عن كل أحد ثبوت. فإذا بعد ما ممكن أنه يصلح أن تستنفي عن كل أحد، لأن هذا يقتضي ماذا؟ ثبوت الفعل. هذا هي الحالة، حالة تقديم المسند. في حالة تقديم غير المسند إليه، غير المسند إليه أيضا له ماذا؟ له آثار. منها له أثر، وهو التحذيف. عندما يقدم غير المسند إليه له موارد متعددة، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد التخفيف. ويتضح ذلك في جملة من الموارد. أولا موارد تقديم الخبر، كقوله تعالى لا فيها غولون في الآية القرآنية، حيث أفاد التقديم أن خمور الجنة مختصة بعدم الغول. الغول ما هو؟ يعني سكر أصل. هذه الحالة التي تصيب الإنسان عندما يشرب الخمر، وهي الحالة التي تعرض على الإنسان بعد شرب الخمر. يعني هذه من خصائصه، من خصائص يعني هذه الخمر التي يشربها الإنسان تسمى خمرا، ولكنها ليس لها خصيصة هذه الخمر العادي. ولأجل أن تقديم الخبر يفيد التخصيص، لم يقدم الخبر في قوله تعالى لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لئلا يفيد التقديم ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى. وهذا ماذا؟ وهذا يقتضي ماذا؟ أن تكون كلها ماذا؟ كلها مقبولة. هذا ما موجود، لأنه بالنتيجة القرآن جاء في زمنين صار الريب موجودا في الكتب السماوية. فلذلك قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، أشار إلى كتاب بعينه، هذا الكتاب الذي لم يحصل فيه ريب، لم يحصل فيه تلاعب ولا تبديل ولا تزوير. أما بقية الكتب فلما نزل القرآن كان ماذا؟ كانت قد تلاعبت فيها الأيدي وحصل فيها ماذا؟ وحصل فيها ريب، حصل فيها ريب كثير. لذلك قال لم يصلح مثل هذا البحث، ما كان مناسبا أن يقدم الريب على الكتاب حتى يصبح ماذا؟ حتى يصبح ذلك الريب نفيا عن الكتب الإلهية جميعا، لأن الكتب الإلهية في ذلك الوقت كان بعضها مغيرا والبعض ماذا؟ كان للتو ماذا؟ للتو ينزل على النار. هذه الحالة الأولى أو المورد الأول. المورد الثاني موارد تقديم المفعول، كقوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تخصونه بالعبادة. هكذا إن كانت العبادة خاصاً، هكذا هذا تأكيد شديد موجود في القرآن على قضية ماذا؟ على أن الإنسان يراعي أن العبادة تكون خاصة بالله سبحانه وتعالى. ذلك أيضاً في الفاتحة، وأنه دائما يردد هذا الكلام دائما حتى الإنسان يلتفت له كثيرا. قال ولأجل أن تقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص، امتنعت الجمل التالية. تقول مثلا زيدا ضربت وغيره، وذلك لأن اختصاص المضروبية بزيد ينافي ضرب غيره. بعد إذا زيدا ضربت، بعد إذا قدمت من أجل التخصيص بعد غير زيد كثير ينفي الضرب عنه. ثانيا ما زيدا ضربت ولا غيره، وهل الضرب أو المضروبية أو عدم المضروبية، اختصاص المضروبية واختصاص عدم المضروبية. إذا كانت هناك اختصاص المضروبية فهي نفي عن غيره، أو له اختصاص في عدم المضروبية فأيضا غيره لم يثبت له ذلك. فهكذا وذلك الاختصاص عدم المضروبية بزيد يقتضي ضرب غيره لا عدم ضربه، لأنه إما يقدم من أجل ماذا؟ من أجل الاختصاص. فإذا قدم صار الوصف مختصا به، الضرب مختصا به فينفع عن غيره، عدم الضرب يكون مختصا. لذلك قال هذا لا يصح، واضح؟ فتقول ماذا تقول المناسب؟ تقول ضربت زيدا وغيره، ما ضربت زيدا وغيره، لا ما
لا نعم، لأنه ليس هناك اختصاص في مثل هذا الأمر. تقول ما زيدا ضربت ولكني أكرمته، ما زيدا ضربت ولكني أكرمته، وذلك لأن التقديم هذا التقديم كأنه ماذا؟ كأنه يشير ماذا؟ كأنه يشير أن هذا حديث فيه ماذا؟ فيه استدراك، فيه خطأ، الإنسان أخطأ بالكلام وحاول ماذا؟ أن يصحح الخطأ. فيقول وذلك لأن التقديم يدل على أن المخاطب قد أخطأ في تعيين المفعول، وتعقيب الجملة الأولى بالاستدراك المذكور يدل على أنه مخطئ في تعيين الفعل. فالصواب ماذا أن يقول؟ ما زيدا ضربت ولكن عمران، حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل تناسب، حتى يحصل تناسب بأنه هذا أمر وهذا أمر آخر، فيحصل ماذا؟ فيحصل أنه كأنه ماذا؟ كأنه لا يبين أن هذا الحديث حديث مخطئ يريد ماذا؟ أن يصحح، وإنما يبين ماذا؟ أن يعني أن من وقع عليه الضرب ليس هذا المقدم وإنما غيره، وهو ماذا؟ وهو عام. وبهذا يكون قد تم ما أردنا بيانه من نكات التقديم. وأما التأخير فإنما يصار إليه فيما هو فيما إذا كان هو الأصل، ولا مقتضي للعدول عنه إلا التقديم، وقد مر بعض أمثلتي فلا نطيل. المصنف في هذه القضية يقول القضية ماذا؟ لا تستحق الوقوف لأنها قد تبينت مما تقدم، وإنما يصار إليه باعتبار التأخير هو الأصل، والمقتضي للتقديم لا بد لهم عن العدول عنه يحتاج إلى مقتضي، وأمثلته مرة كما في الحديث المتقدم. هذا تمام الكلام في الباب الرابع. الباب الخامس وهو الباب المختص بالإطلاق والتقييد، يقول المصنف التقييد بالواو. التقييد يقول الصفة إن تلت النكرة فهي مخصصة، وإن تلت المعرفة فهي موضحة، والأولى تأتي لغرض زيادة الفائدة، لأن بعض الأشياء ماذا إذا زيد من تخصيصها يكون ذلك ليس مقيدا ومخصصا ومضيقا، هذا ينفع ماذا؟ ينفع في بيانها. يقول لأن الشيء كلما ازداد خصوصا ازداد فائدة، كما يظهر بالنظر إلى قولنا قال رجل. حتى لما يقول الإنسان قال رجل، حتى هذا حديث فيه اختصاص، ولكن كلما زاد الإنسان في بيانه في تقييده كلما زادت الفائدة، يعني يزيد في التقييد التي ترد على هذا المذكور. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن من خلال ذلك عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن من خلال ذلك أن يزداد وضوح هذا المشار إليه. قال قولنا وقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، والثانية تأتي لأغراض متعددة أكثرها يفهم من نفس الصفة، فلذا تعددت الأغراض بتعدد المعاني التي تدل عليها الصفات، فنقتصر على ذكر أهمها. فتعالي الأمور التي من أجلها تأتي النكات الأسباب الدواعي يقول متعددة، وأهم هذه الدواعي ماذا؟ المسح. الإنسان يدين بذلك من أجل ماذا؟ من أجل المسح والثناء، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والحق أنها في هذا المثال ونحوه ليس إلا لمجرد المسح والثناء، وهذا الوصف ليس المقصود منه ما مقصود منه ماذا؟ التمييز، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن التمييز بين الأشياء يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن تكون الأشياء مشتركة في بعض الأوصاف، ثم يأتي التمييز ليميز واحدا عن واحد. والحال أن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في صفاته، حتى يكون هذه صفة مشتركة يمكن أن تكون صفة الرحمة والرحمن من الأمور التي يميز بها هذا عن ذاك.
قال لأنه ليس له مثل تعالى الله عن ذلك حتى يميز عنه بالصفات. الثاني قصد الدم والتحقيق كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو، ولكن المقصود منهما الذم والتحقير، الشيطان الرجيم هذا هو مقيدا، ولكنه ماذا؟ ولكنه المقصود منه الذم والتحقير. واضح بعد الرجيم واضح. الثالث الكشف عن حقيقة الموصوف وبيان معناه كقول أوس بن حازم الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. واضح الألمعي يعني من الشخص الذي كما يقولون يتفجر ذكاء أو يفتقد ذكاء، هذا الشخص الذي يفهمها وهي في السماء، يفهم الفكرة وهي تطير في الهواء، هذا عبارة عنه ألمعي، إنسان له ماذا؟ له ذكاء خارق. فيكون هذا يقول الألمعي حتى وإن لم يكن حاضرا، حتى وإن لم يكن سامعا، حتى وإن لم يكن مشاهدا، هذا يكون ماذا؟ بمنزلة المشاهد والسامع، بسبب ماذا؟ بسبب قدرته على التمييز. فيقول فإن الألمعي معناه الذكي المتوقد، والوصف بعده مما يكشف معناه ويوضح. فكأن الألمعي كأنه حاضر في المكان الذي لم يحضر، كأنه سامع في المكان الذي لم يسمع، واضح بأنه لأنه لا تفوته ماذا؟ لا تفوته المعاني. الرابع إفادة الترحم، وعليه ما ورد في الدعاء وأنا عبدك الذليل الحقير المسكين المستكين، هذه كلها أوصاف إفادة ماذا؟ الإفادة من الترحم، لأن الإنسان يقلل يعني في حديثه يقلل من يعني من مستواه مع المدعو حتى يكون محلا لرحمته، فيصف نفسه بأنه مسكين ومستكين وما شابه ذلك. والأولى تأتي أيضا لأغراض متعددة منها قصد التوكيد، وعليه قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذا نفخ، هذا بعد المقصود من هذا تأكيد نفخ، تعيين المراد وبيان المقصود كقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، حيث وصف دابة وطائر بما هو من خواص الجنس. لماذا؟ لأن الطيران خاصة جنسه، وهكذا باعتبار فهو لا يريد ماذا؟ لا يريد فردا بعينه، وإنما أراد ماذا؟ أراد بيان ما هو المقصود، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال بيان الوصف الخاص، المنسوب أو الوصف الخاص بالجنس، وليس ماذا؟ وليس الوصف الخاص بالفار، حيث وصف الدابة وطائر بما هو من خواص الجنس لبيان أن القصد منهما إلى الجنس دون الفار، وليس المقصود هنا ماذا؟ ليس المقصود هنا الفار، وإنما المقصود الجنس، يعني كل ما يندرج تحت هذه الأوصاف الذي يدب أو الذي ماذا؟ أو الذي يطير، لأن الدبيب يعني المشي على الأرض، الطيران يعني ماذا؟ العروض في السماء بالجناحين. إن شاء الله بقية الحديث يأتي وهو التقييد بالعصر في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.